حبيبي والله خطير، والله والله خطير. ما جاء القوم الكرام ليمون رجال اهلي ذاهم قادر ومقامي للي يشاهد لا سلام ذي ريحة الورد ولا يا لا لا يا لا لا سلام الله لكم سلامي يا بهاجر ذي ريحة الورد ولا أنفس محبوبي هذي القناديل ولا وجهة الغالي قلب عادل من دون بهاجة لا تشرون يا ويش أسوي وأنا ما يا ويه ريحة الورد ولا أنفس محبوبي يا مبدع يا شيخ هذي القناديل ولا وجهة الغالي وين وجهك كله قد الزق لا تغلق لا تنيني على عمري الحوا كلايه 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 وانا والله اني فوقي وانا والله اني ما جبت النار والغايب حضر جبت النار والغايب حضر لا والله عشر والله سيار معليش معليش تكفى سيار كبت النار والغايب حضرها كبت النار والغايب حضرها نارنا نار حمار الله ارحب ارحب يا الله وجهك يا عبد الله يضاه وجهك يا حسان يا الله وجهك يا ما تقدم في الوضع يا اخوي انا الواتساب الله يخليك لا والله علي طول اسمع لازم اسلم على حمد في كلمه حق والله العظيم يشهد علي الله انا اشهد ان محمد جعل مننا جاب رجع اي والله يستاهل ابو عبد الله ابو هادي كله 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 بين انك بين والله كلامك اليوم بالفقره والله ملهم يا مسعود كل واحد يعني ما ندري من وش نبدا يا ابو سالم صراحه يا عيال ايش رايك والله يوفقك ما شاء الله لا تجملون يا ولد والله بس بس حوالي يا ولد اقول لك شيء واتساب اقول لك شيء واتساب يا مهاج الموضوع الواتساب من راس عليك اقبل اسمعي الموضوع وش صراحه في ذمتكم يا عيال في ذمتكم كلش لا والله ايه لا والله يا ابو سالم لا والله تكفى طلع والله انت كنت من البدايه ولا ايش شاوي انا من البدايه يقول اقسم بالله يسيح المره الاولى قال يا اخي الوقت لين جاب الاخير قلتها قلت وستا والله تعال قلتها بس انا من كثر ما تعمقت في السالفه طولت انا كثر ما تعمقت انا برقد انا برقد انت قلت المقطع الاخير مو بهيك الاخير مو بهيك بظهير محمد سمارة يا أمانة يا بظهير ما قلت لك في قوسات في البرست اي والله والله انقال اول موقف بعد انا كان احب سعد القحطاني
والله كنا نكمل. بس عقب ما هذا احس فيه لا لا انا احس فيه تفضيل لا مو تفضيل لاني تعمقت اسمع ترى اللي كان يتهرج الرجال مشاعري والله مو بس انا مستغرب من حاجه انت طولت ها انك حافظ الساعه بالدقيقه اي نشد اوريك اياها لا طالعنا ترى بيني وبين امراه صارت لا هو طول بس السوالف اللي ودك انها تطول والله لان الحديث والله ما ودك لا والله انك ابدعت خمسك العالم لبيه اسمع تبي الصدق يلا مثلا شعور شو عندك شو تقول كم باقي كم باقي على الصدق يعملون القمون ما يمونون عليك شرك يمون عليك صح تطلع اسمه الجاي وتقول روح تكمل بها تجارة برص حقيقة يا محمد ليه؟ لا والله بالعكس يا محمد بالعكس والله كنت اتمناها التحية اللي كنت لا والله بالعكس ودي اذكر كل اسبوع الفقرة هذه الله يبيض وجهك الثلاثة اسبوع الجاي يا عيالي اللي في صدوركم الخنز اظهروا انا والله في خنز واجد هذا مو خنز والله انا خنز والله في خنز هنا هنا في خنز هنا في خنز هنا هنا في خنز هذا ايش بيقول؟ هنا في خنز ولد لا بطل الله بطل انا اسالك وقف اعطيني انجب شفرة بهاي صح؟ ايه والشفرة بهاي ايش بيجيب ذا مسعود؟ ما ادري ايش بيجيب نقطة التحول من السنة لا اتوقع انه فيديو سالفة لا مسعود بن شعفول من السنة على شكله لا تسأل على لا يجيب هو يخريها خريها يخريها يجيب ليه؟ حماده قف خدمات يا حماده يا عيشيل الغانمينا عاد في كبدي من الايام حره ليه استعطاف ما في احد يبكي استعطاف انا ابكي يا رجال منه مطلع تعيش الدور مطلع السالفه حسيت انها من نهايتها بتكون كذا لا انا كنت عارف باختصار باختصار والله العظيم اني كنت داري وسالفه برست وكنت داري وسالفه سعد بس قلت اكيد بيقول برست انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف صح انا صدمت بس شوف انا عارف سالفه سعد زين بس شوف الله اللي دلك ترى على ذي الفرصه هي فرصه جميل انا ترى الله اللي دلك عليها ودعوات امك ان شاء الله وقبولك الطيب وربي دلك على الحكي الطيب بس استراح ويض الله وجهك استراح ايش اسم القاعه فكم ام كارو ليالي ليلتي 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 بن عطيه بس 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 هي والله لو نداري محمد ليش اشتري منك بدنا مزقتها معليش معليش ها حماده انا نفلوني ولا زيد شلوني بالعكس اداءك كان ممتاز ما حضر الفقره تكفل اذا حضر احمد رحيم انا خاف انسى أخيك كان يدعم فشلك؟ إيه ضحكنا على دعم فشلك كل دعمنا. شو أخوات عمك ذا هو اللي خلناه في التصفيات؟ كان يتدين بطايق. ولد عمك كل ما قلت له بشري حاجة لأنية قال بشري بسعدة. بشري بطلع دينك بطايق و. بشري والله بلا لا. يا أخي بشري. أدري إنك شنب. وبالطايق. زهلا زهلا. ودي أتعفي هواهم على صفا الحدود.